أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لمصلي الفريضة القراءة عند القراءة أن يسجد عند سجود التلاوة؟ نعم، إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما فإنه يسجد عند في صلاة الجهرية، إذا كان إماما في صلاة الجهرية ومر بآية السجدة فإنه يسجد ويسجد من خلفه. وكذلك إذا كان منفردا في جهرية أو سرية. أما الإمام في الصلاة السرية فلا يسجد للتلاوة، لأنه يشوش على من خلفه فيظنون أنه قد سهى، لأنهم لم يسمعوا آية السجدة فيظنون أنه قد سهى فيحصل تشويش. ولذلك قال العلماء: يكره للإمام في السرية أن يقرأ آية السجدة وأن يسجد فيها لئلا يشوش على المأمومين.